المعادلة الأمنية تصدرت المشهد العاشر بعد المئة للديربي. الاستعانة بكاميرات المراقبة معطى ميز كيفية التعاطي مع الجانب الأمني. الاحتراز من الإيلات جماهيري طرح وضع في الحسبان، والسبب غلاء التذاكر. عيون من نوع خاص كانت حاضرة متابعة لخطوات عشاق الديربي. من جديد كاميرات أمنية ترصد شرعية كل تذكرة. المكتب المنظم للفريق الوداد البيضاوي لضبط الأمن وضبط كل التلاعبات اللي تتوقع في التذاكر وفي المسائل اللي غير المشروعة اللي تدخل عن طريق هذا باش يؤديوا الثمن ديال التذكرة ديالهم. وقمنا بوضع 21 كاميرا في الأبواب كاملين وفي النقط السوداء اللي توقع فيها دوك التلاعبات اللي ما تتمكنش اللي تضيع الفريق المكتب ديال الفريق الوداد البيضاوي من المداخل ديالو. وتظل مسألة غلاء تذاكر الديربي ساخن، أبرز مجلبة للجدل، جدل سيستمر إلى ما بعد النزال البيضاوي بالتأكيد، سيما في ظل انخفاض نسبة الحضور الجماهيري. 50 درهم اللي مقطعين تعاد الورقة كتعيش عائلة فطور وغدا وعشاء، ولا كتاب الله سحور لك انا يصور ها هو يدي. علاش الراجل كدير 30 درهم وما 50 درهم؟ قطع لها ب 70 درهم هاي، واش 70 درهم على البارح؟ علاش؟ قول لي علاش كتلعب راسك دير لها 30 درهم؟ علاش؟ علاش المكتب المسجل تدير لها 30 درهم؟ الشباب فارغه تماما، الجمهور ما كاينش، الجمهور شام الغضب ديالو على السي اكرم سماح الله بان الجمهور البيضاوي سواء الجمهور الرجاوي او الجمهور الودادي طبقه ديال الشعب. وكره القدم هنا في المغرب طبقه شعبيه. كان بديا للعيان احجام عشاق الاحمر نسبيا عن تاتيت فضاء مركب محمد الخامس. جمهور الفريقين توافقا على مضض حول اجراء خالف تقاليد الديربي. صراحه 50 درهم كرياج راه شويه غاليه بالنسبه لشي دراري، راك عارف طبقه فقيره مساكن تيجيو يتفرجوا. 30 درهم شويه، هذا 50 درهم تنشوف اكثر راه كاين اللي ما جاش. وراه تنطلب المسؤولين ديال الوداد شويه ينقصوا من الاثمنه ويتكيسوا على راه عندهم على الديربي. 50 درهم بزاف، ولكن كنتمناو اللعابه يعطيونا الاداء ديال هاد 50 درهم في رقعه الملعب. عادي دار 50 درهم ندخل، دار 100 درهم ندخل، دار 300 ندخل، شحال ما دار ندخل. رجع البيضاوي داخلين معمرين التيران ديالهم، حنا جمهور وداد ونخلصوا 1000 ريال حسومه بزاف. صور الاعداد والاستعداد تواصلت داخل الملعب، تحضيرات على كافه المستويات، وان بدت ملامح ارض الميدان شاحبه بفعل قله الجماهير، والتي على قلتها استحضرت طقوس الاحتفال. لوحات احتفالية إذن ظلت كالعادة المكسب الأول في ديربي من ذهب. ومرة أخرى الجماهير البيضاوية كانت بعقلية احترافية على مستوى رقعة الميدان. يمكن الحديث على طقوس الديربي، دائما هناك حديث عن التحضيرات الأمنية، وتحية للأمن على التحضير الجيد كذلك لمرور المباراة في أجواء أمنية سليمة. كذلك يمكن نتحدث، الجمهور تحدث كثيرا الحسين عن ثمن التذكرة. فآلي الديربي يعني طقوس خاصة بالنسبة لي، يعني كتنعكس على الواقع ديال المدينة. الديربي الأجمل يعني إفريقيا يعني وعربيا ولو يعني يعتبر من أحسن الديربيات في العالم العربي، بحكم أنه جميع الأشياء توجد في هذا الديربي. هذه كيكونوا استعدادات يعني مغايرة، بحكم أنه الجمعيات فيما بينها يعني كتجتمع لقيام بتجمعات باش ينجح ديربي. هذا هو العمل اللي كيكون التي اصبحت علامه حاضره كذلك في الديربي. من بعد مقابله يعني حتى هذا المولود التاريخي اللي كاين في مدينه الدار البيضاء يعني كاين اصبح معلمه كذلك. الكل يعني كيضافر الجهود للنجاح ديالو في الاخير. فهذا هو الشيء الجميل، على انك كتشوف يعني لوحه مرسومه في المدرجات من طرف فرق الرجل البيضاوي وكذلك الوداد، اللي كتعطي واحد الصوره جماليه للمدينه. لكن المشكل الحاضر اليوم في الديربي 110 هو الكل كيشكي من غلاء تذكره. بالنسبه لي انا يعني كاين يعني الطبقه الفقيره هي اللي كتجي كتشجع، اللي كتشجع وكتكون في المدرجات وكتهتف باسم الفريق اللي كتحبه. فهذا مشكل يعني تطرح يجب اعاده الاعتبار فيه، النظر فيه، اللي باش نسهلوا المأموريه على جميع الفئات. كذلك الحاج، اجواء ما قبل الديربي، الكواليس، كيف يمكن ان يعيشها لاعب سيدخل في مجريات الديربي؟ كما تعرف الجميع الطقوس ديال الديربي تتكون طقوس خاصه. احنا الحمد لله استعدنا للمقابله هذه
لانك تتعرف مقابله الديربي اي لاعب تيتمنى يلعب في مقابله الديربي. حنا الحمد لله دخلنا هذه المقابله عازمين باش نحققوا 3 نقاط. اما الجمهور على الغلاء ديال التذكيره، حنا تنعرفوا الجمهور البيضاوي هو شغوف في كره القدم. الحمد لله تنبغي نقول للجمهور بانه حضر وخاف ما حضرش بكثره اليوم، حيت الجمهور تعطي واحد القيمه للديربي. حنا الحمد لله اللاعبين ملي تشوف الجمهور تكون المدرجات اليوم كانت فارغه بس الشيء، الحمد لله حنا لاعبين لاحظتي ان بعد المدرجات كانت فارغه؟ بعد المدرجات كانت فارغه، نسبه نبغي نقول باش الجماهير ان شاء الله بدات تحج بكثره ان شاء الله الملعب من في المقابله الجايه ان شاء الله. والحاج يمكن سؤال اخر، عايشتي الديربي حاليا، تعايش الديربي كلاعب قبل او عايشته كمتتبع كلاعب فئات صغرى، شنو هو الفرق بين كمتتبع بين الجمهور بين الفئات العمريه الصغرى وكلاعب وسط الديربي؟ وانا اولا كنت كنت جميع المتفرجين، كنت من الصغر ديالي انا رجاوي، كنت جيت انا تنشجع وتنشجع اللعابه اللي قبل مني. الحمد لله الان وصلت وليت تلعب في الديربي، لاي لاعب تيتمنى باش يلعب الديربي. ان هذا اكيد. وتعادل منصف في ديربي البيضاء الديربي العاشر بعد المئة ميزه حكم دولي استحق العلامة الكاملة، ولاعبين أبلوا البلاء الحسن على مستوى الانضباط. معطيات النزال يرويها هشام الحفيد والورقة التالية. مرة أخرى الديربي في مشهد العاشر بعد المئة يقسم البيضاء إلى لوحة سوريالية بالأحمر والأخضر، شعارات وكلمات وأشياء أخرى مهدت لصافرة الحكم إبرة الدار بوشعيب الحرش. المقدمات التحفظية ألغيت من قواميس جص النبض، والبداية ودادية من قدب أيوم سكومة المتوغل في دفاع الرجاء، لكن البديهة الدفاعية طغت على الاجتهاد الهجومي للخالقي. بعدها الرجاء يسجل، لكن التسلل أجهد فرحة بوشعيب المباركي. الدقائق المتبقية من زمن الشوط الأول ذهبت سدى بين تدخل الجرموني أمام العلاوي وخطأ سدده المباركي بلمسة الدقة لكن دون طائل. الجولة الثانية بدأت برياح تغييرات لم يفهم مضمونها ولا توقيتها سوى فخر الدين. بداية كادت تبارك مراوغات المباركي وتمريرته الشهد إلى ياسين الصالحي الأخير سدد في الديكور. الدقيقة 50 كادت تحول السقاط إلى مسقط لعذرة شباك الرجاء لولا غياب لمسة التوفيق، والأمر سيان بخطأ شجع الوداد على المناورة. ولأن الثالثة ثابتة كان عبد الرحيم بن كجان رجل الموقف برأسية كسرت جدار البياض. الرجاء لم يستسغ دور الضحية وبادر للبحث عن متغيب اسمه التعادل، فكان له ما أراد بعد خطأ تمخض عن اصطدام لم يعره اهتماما للأخوة. الطاير أكد أنه زبون وفي لشباك المياغري بعد هدف الذهاب. نقطة واحدة إذن لكل فريق في ديربي ترك الجميع على عطشه، لكنه كان بالمقابل لمحة أخرى لإبداع بقلم وإمضاء خاصين. لكن نسبيا كذلك يمكن نضيف ونقول ان الاداء كذلك كان مميز على مستوى رقعه الميدان مقارنه ما تابعناه سابقا. كذلك نضيف الانضباط، نقطه انضباط اللاعبين على مستوى رقعه الميدان والحكم الحرش، الحكم الدولي الذي ادار اللقاء. فاولا يجب الاشاده بالحكم الحرش اللي كسر حاجز المباريات ديال الديربي في مدينه الدار البيضاء، بحكم انه ابن الدار البيضاء اصبت الدار البيضاء كان الافضل داخل رقعه الملعب، كان رزينا يعني حتى في جميع التدخلات ديالو كان كيكون قريب منها اللي كتعطيه واحد الصلاحيه على انه كيحكم على الخطا يعني بواحد الدقه كبيره. اولا الاحتجاجات ما كانتش من بين جوج ديال الفرق، هذه نقطه تحسب للاعبين يعني انهم سهلوا الماموريه على على الحكم اللي خرج هو الابرز في المقابله، وتبقى يعني المباراه على انه دازت وانتهت في جو رياضي بديع. كانت الكرات الثابته هي المفتاح لجميع الفروق، يعني جوج ديال الاهداف تسجلوا عن طريق ضربه ثابته بن كوجان، وكذلك الطير اللي دخل يعني اعطى 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 واحد تنفس بالنسبه لفريق الرجاء، لكن تبقى النتيجه لا تخدم مصالح الفريقين بجوج، بحكم انه فريق الرجاء الا بقى غادي في الصراع نحو اللقب فاليوم كيضيع جوج النقاط اللي خصو يحاول ما امكن على انه يستمر
أمستردام ومقابلات أخرى. إذن كذلك الحاج عايشة الديربي المئة وعشرة تقنيا، كيف رأيت أداء الرجاء والوداد على مستوى رقعة الميدان؟ المقابلة ديال اليوم بين فريق الرجاء البيضاوي وفريق الوداد البيضاوي دازت بعدا في واحد الأجواء رياضية، كانت واحد الروح رياضية كبيرة ما بين اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي ولا فريق الوداد البيضاوي، وتنشكر اللاعبين اللي ما كانتش هناك احتجاجات على الحكم على المقابلة السابقة. الحمد لله لا فريق الوداد البيضاوي ولا فريق الرجاء البيضاوي دوز واحد المقابلة كبيرة، والحمد لله كانت الأهداف كانت هدف لا فريق الوداد البيضاوي ولا فريق الرجاء البيضاوي. حنا إن شاء الله غنحاولوا باش نسيروا البطولة إن شاء الله باش نحقوا واحد اللقب ونهديوا لجماهير فريق الرجاء البيضاوي إن شاء الله. يمكن الحديث كذلك على أجندة الأندية سواء الوداد أو الرجاء، هناك كذلك فخر الدين رجحي أمامه مجموعة من المباريات، هناك خط تصاعدي في أداء الوداد، يمكن أن نقول خط تصاعدي على مستوى أداء الوداد سواء في المشاركة القارية أو على مستوى البطولة الوطنية. بالنسبة للرجاء الرياضي كذلك فخير يحاول البحث بجدية عن لقب الموسم وكذلك يبحث عن لقب غالي بالنسبة لجماهير الرجاء، ونفس الطموح تقريبا على مستوى عصبة الأبطال بالنسبة للرجاء الوداد. فإلا تكلمنا على عصبة الأبطال فالفروق بجوج غادي يعني في بنتائج إيجابية ترضي الجماهير العريقة ديال الفريقين. إلا لاحظنا يعني كاين اختلاف كبير بالنسبة للبطولة، فكنلقاو على أنه الرجاء هو اللي غادي هو الأقرب يعني للقب يعني، وفريق الوداد يعني من التعادل ديالو اليوم خلى على أنه عنده 35 نقطة، أولمبيك خريبكة 43، الرجاء 42 مع مقابلة ناقصة، ف كتخلي على انه الرجل اقرب اللقب على الوداد، ولكن كتبقى ديما الديربي كيبقى لي طقوس، وخاصه يعني الضغط هو اللي هو سيد الموقف، الضغط هو اللي كيكون يعني كيتحكم في اللاعبين ولا في الجمهور ولا كذلك المسؤولين، كيبقى المنهزم في الديربي يعني الدل ويعني العار بالنسبه لي. هذا ما يتمناه اي فريق يعني للخروج في الشارع والافتخار بالفريق ديالو اللي كيكون المنتصر، لكن اقتسام النقاط ترضي الطرفين. نعم. وتبقى نفس الشيء سؤالي والحاجة، انت راضي على نتيجة التعادل امام الوداد؟ والحمد لله احنا كنا دخلنا المقابلة باش نحققوا 3 نقاط باش نقتربوا واللقب اكثر، والحمد لله على هذه النتيجة هذه ديال التعادل، لان المقابلة ديال الديربي ما تكونش ما تعرفش النتيجة ديالها. الحمد لله اليوم اللاعبين تنشكرهم قدموا مقابله كبيره، لان لعبنا عصبه الابطال السبت اللي فات وكاينين واحد المجهودات كبيره ديال اللاعبين. حنا ان شاء الله نحاولوا باش نفوزوا يوم الاربعاء ان شاء الله ونكملوا المقابلات المتبقيه وان شاء الله ونحققوا اللقب. ونتمنى التوفيق للوداد ورجاء على مستوى عصبه الابطال وباقي الانديه الوطنيه على مستوى المشاركه القاريه لعوده التوهج للكره الوطنيه من جديد على مستوى القاري. لأول مرة ومنذ سنوات تقام مباراة لأمل الفريقين ديربي قبل يبشر لآخر في المستقبل للاعبين اختبروا لأول مرة تجربة كما نتابع وسط حضور جماهير مميز. ديربي الأمل انتهى بالتعادل 3 أهداف مقابل 3، الشوط الأول كان صالح الأخضر والذي تمكن من إنهائه ب3 أهداف مقابل شيء، فيما عاد الأحمر خلال الشوط الثاني ليعادل النتيجة كما سبق أشرت 3 أهداف مقابل 3 أهداف. بادرة طيبة الحاج، وانت كنت لاعب للامل لاعب للشبان فئات العمريه، ما هو احساس هذا اللاعب لاعب الامل لاعب الشاب لاجراء مباراه في هذا الاجواء امام هذا الجماهير؟ انا ملي كنت لاعب ديال فريق الشبان انا كنت نتمنى باش يشاهدني الجمهور، كان الجمهور كبير ديال فريق الرجاء ولا فريق الوداد البيضاوي. الحمد لله انا تنشكر اللاعبين ديال فريق الامل اللي كانت نتيجه ايجابيه 3-3 مع شبان ديال فريق الوداد البيضاوي. كاي لاعب كان لاعب مفتوح اكثر من مباراه الكبار. اللاعب مفتوح لان اللاعبين ديال شبان تيبغيو باش يبينوا القدرات ديالهم قدام الجمهور الكبير ديال فريق الرجاء ولا فريق الوداد، اي لاعب تيبغي يبين باش يشوفوا المدرب ويشوفوا الجمهور. والحمد لله داز ديربي ما بين شبان فريق الرجاء وفريق الوداد، داز ديربي زوين الحمد لله. نتيجه الامل هل يكون لها انعكاس بالنسبه للفريق الكبار؟ على النتيجه ديال سولتو على مباراه الامل قبل دخول اي لاعب تيسول على المقابله، لانني كنت لاعب ديال الشبان انا كنت دائما تنبغي نلعب ضد قدام الجمهور الكبير. انا سول قبل ما كنت غادي نلتحق كنا غنلتحقوا بالمركب، سولت على النتيجه ديال الشبان وقالوا لي راه الشبان ديال فريق الرجاء البيضاوي منتصرين 3-0، والحمد لله تفكرت الايام اللي كنت نلعب انا مع فريق الشبان والان تنمارس مع الكبار، والحمد لله اللي وصلت نعم. والنتيجه كانت في اخر المطاف 3 أهداف مقابل 3، نتيجه ايجابيه ولاعب مفتوح استمتع به الجمهور الحاضر ليس كذلك؟
فنقطة تحتسب أول المسؤول الوداد بحكم أنه التفكير كان جيد وكان في الوقت في الظرفية كانت مناسبة بحكم أنه إعطاء فرصة للشباب يعني للظهور لأول مرة أمام جمهور غفير وكل يعني لاعب داخل المجموعة وإلا يحاول ما أمكن باش يدير لي ميلي بي باش يكون من أحسن العناصر اللي تهتف به الجماهير وهذه بادرة حسنة نتمنى تتكرر عدة مرات. ونستمع إلى ما جاء على لسان هلال الطير مدرب فريق أمل الرجاء. مباريات الأمل تتلعب من 10 الصباح وفي 11 ديال الصباح ومع 12 الصباح في حرارة مفرطة سوفون في دي تيران أنيكس اللي فيهم جميع أنواع العشب جميع أنواع النباتات جميع إلا العشب الصناعي الطبيعي يعني غير صالح لمرصد القدم. سي أون فورجون كون دوفيان فورجون خص الدراري يلعبوا في لي كونديسيون ريال ديال الماتش بوغ دوفونيغ دي بون كومبيتيتور. الحقيقة نقطة إيجابية تحسب للبرمجة من نتمنى هذه تولي هي القاعدة والاستثناء ملي ما تسمحش الظروف المناخية بذلك نلعبوا في الأنيكس با بروبليم سا نو ديرونج با. أظن نقطة إيجابية نقطة تعود على مثل هذا الأجواء تحسب كما سبق وشرت لبرمجة اللقاء في هذا الأجواء على أرضية مركب محمد الخامس. يعني تكلمت كما تكلمت من قبل على أنه هذه الأجواء ما تعطي إلا واحد الرغبة واهتمام لهاد الشباب على أنهم ياخذوا يقلبوا باش ياخذوا المكانة ديالهم داخل الفريق الأول ولما لا يعني على أنه حتى الأنظار كتكون باش أنه المدربين والمنقبين وكذلك الناخب ديال الفريق الأولمبي على أنه يقلب على لاعبين اللي يقدروا يعزز بهم مكانه ولا اي مكان ديال اللاعب اللي يكون غائب. وتحيه كذلك لهلال الطير وكذلك جلال فاضل مدرب امل فريق الوداد. قمه الجوله 24 من البطوله انتهت باقتسام نقاط المباراه في نزال غابت عنه متعه الجماهير بسبب عقوبه الويكلو طالت احتجاجات يوسف مريني واولمبيك خريبكا على حكم اللقاء. اولمبيك اسفي اولمبيك خريبكا تعادل واقتسام للنقاط وتفاصيل المقابله رفقه محمد عبد الرزاق وصلاح بدري.